طب خلينا نشوف كده، يعني في رساله كده موجهين لك اللعيبه والجهاز الفني، نشوفها مع بعض اعزائي المشاهدين. هنشوف الجهاز الفني في نادي الاهلي واللاعبين قالوا ايه لاحمد صلاح، وارجع لحضراتكم تاني. مفيش كلام ممكن يوصف احمد صلاح خالص من الناحيه الاخلاقيه نمره واحد، اما بقى من الناحيه الفنيه فحدثي ولا حرج. قمه الاداء الفني، قمه الالتزام، حقق يعني موسوعه ارقام قياسيه احمد صلاح بيحققها، يستحق التكريم، اهلاوي جدا. طبعا احمد صلاح من اللعيبه الكبار مش في مصر بس، في افريقيا وعلى مستوى العالم. ما شاء الله من ساعه ما طلع وهو لعيب كبير، وكنا بنتنبأ له طبعا بمستقبل كبير جدا من وهو صغير. بقول له شرفتنا وشرفت مصر وشرف لينا ان انت معانا في النادي الاهلي، وان انت واحد من فرقه الكره الطايره حاليا. فعلا شرف لجيل بكامل الناشئين بدرجه اولى بمنظومه الكره الطايره طبعا كلها، ان انت تبقى موجود، ان الاتحاد الدولي هو اللي كرمك، ده شرف كبير قوي لينا. والله انا حابب ابارك له على التصنيف، ويمكن عشان يبقى الموضوع واضح اكتر للناس، التصنيف مش احسن 100 لاعب في العرض، هما في 25 لاعب بس للفولي اندور، الباقي بيتشي وسيدات. فهو لان احمد صلاح يعتبر من التوب 5 في اخر 10 سنين، مش مجرد ان هو في احسن 100 لعيب، وهو يستاهل اكتر من كده بكتير، سواء اعلاميا او فنيا. بقول لاحمد صلاح الف مبروك، طبعا ده حاجه مشرفه لنا كلنا. انا من اللعيبه طبعا قريبه من احمد جدا، اخ ليا وطبعا قدوه لينا كلنا. اقول له الف مبروك ويستاهل كل الخير، ويا رب دايما كده في مزيد من النجاح ان شاء الله. الف مبروك لاحمد. احمد شرف لاي حد للكره الطايره المصريه، عمل انجازات كتير، عمل بطولات كتير مع النادي الاهلي، سواء مع النادي الاهلي ولا منتخب مصر ولا في نادي اللي كان بيحترف فيه في تركيا. انا طبعا ببارك له على الرقم الجديد اللي حققه، وبتمنى له التوفيق في اللي جاي كله ان شاء الله. كابتن احمد قيمه كبيره، يعني احسن لعيب في تاريخ الكره الطايره ما شاء الله عليه يعني، وربنا يكرمه ويكون لسه قدامه سنين كتير نستفاد بيه، هو يستاهل كل خير ما شاء الله عليه. اقول لاحمد صلاح مبروك ليك، القيمه الكبيره اللي انت واخدها. طبعا النادي الاهلي مشكورا بيرعى احمد صلاح حتى هذه اللحظه بمجلسه الموقر بقياده الكابتن محمود الخطيب. يا احمد صلاح مش اسم مش قليل في تاريخ الفولي، كان وجودنا مع احمد صلاح في النادي الاهلي حاجه كبيره قوي، وربنا يكرمه كده ومزيد من الالقاب. الف مبروك، اللي هو فعلا خد من احسن 100 لاعب في العالم، ودي فعلا هو يستحقها، ودي شهاده العالم كله بيشد بيها. طبعا اقول له الف مبروك كابتن احمد، وربنا يكرمك في اللي جاي ان شاء الله. الف مبروك لكابتن احمد صلاح، وطبعا هو لعيب عالي جدا يعني مستوى عالي، ويستحقها بجداره، وطبعا هو قدوه لاي حد ان هو يحتذي بيها يعني. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن احمد، مستحيل الكلام ده يبقى تمثيل. لا طبعا، انا اولا بشكرهم، بشكر كابتن محمد مصلحي، بشكر كابتن جمعه، بشكر كابتن تايجر، بشكر اللعيبه كلها. فعلا هم اخواتي، هم عارفين انا بحبهم قد ايه، والكلام ده كله انا عارف لو من قلبهم. هم عارفين انا بحبهم قد ايه والله، يعني كل واحد فيهم ليه معزه عندي خاصه، وربنا دايما معروف، ودايما ان شاء الله يا رجاله باذن الله في النجاح دايما والانتصارات، يعني ده حقنا وحقكم، وانتوا انا شايف من وجهه نظري ان انتوا احسن لعيبه في مصر.